اهلا كيكا ديالي، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كلشي هو هذاك. اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا تحكي لنا شتي الماستر. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اللي طلبتوني عليه بزاف، سمحوا لي يا خوتي بزاف. دي لا زي كنحماق عليكم. شكرا للتعليق ديالكم، شكرا للتفاعل ديالكم، شكرا لكلشي كلشي. مح عليكم كاملين وحده بوحده، كنبوسكم. شكرا لكم بزاف، كنحماق عليكم، نتوما عارفين هذا الشيء. وشكرا كيف ديما غنبقى نشكركم ديما 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 ديما. كنتمنى البنات تقبلوا على الجوده ديال التصوير حتى يسهل الله. اقسم بالله ديما كنقول يا ربي جيب الله فشي كاميرا ونبقى نعطيك الكبيته ديالي ديك الصوره الزوينه. وان شاء الله هادشي كله غادي يتبدل وغادي نصبغ البيت ونبدل ديكوراسيون ندير لكم الكوافير ديال المتواضع. سمحوا لي جا ميساج. المهم ان شاء الله يكون غير الخير. المهم البنات كيف كنقول لكم ديما، هو تشوفوا المحتوى ديال الفيديو، ما تتهمش الصوره، غير قبلوا ليا حيت كنبغيكم بزاف. ومهم كما كتشوفوا في العنوان، روتيني للعنايه بالشعر ديالي اللي تطلب مني بزاف 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 بزاف. غادي نقول لكم بصراحه الروتين اليوم ماشي يعني باش كنغسل شو كنستعمل بزاف الحوايج، غادي تشوفوا في الفيديو. بقاو معايا تقدم نشره الاخبار. المهم البنات، المسائل ديالي، الروتين ديالي ها هو كامل جمعته هنايا. وقولي يا بنات في لي كومونتير تحت كي جاوني هذا الشيء. انا كنحماق على هذا الشيء صراحه، كيعجبني ديما. يا البنات نصيحه مني، ما تبقاش تبيني شعر راسك كبيره، بقي ديما الشفنجه ولا ديما الشعر مطلوق، ديما ديري شي حاجه كيوت، حاولي ليقات شفنجات، واخا يكون داك الشيء مخربق ثقي في راسك قولي انا غزاله كنحمق. المهم البنات ديما حاولوا ديروا هاد المشيطات بحال هكا، كيجيو زوينين وكيوت، كيبينوا الواحد صغير. المهم الروتين ديالي كيما قال هو جبتو ليا ما لا تنقر على بنيتي في روتيني رجائي الصباحي. المهم البنات ها هي السله ديالي، غنقول لكم اون ديتاي. غادي نحطها هنا، غادي نحيد هاد البلاطو. اوف تو 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 بلاتي يعني خوتي ناري هي البنات على روينه غادي نريها كواليس، نخلي الكواليس. الروتين ديالي غادي نخلي هنايا وغادي نجلس مع راسي ناخذ راحتي بحال هي. قبل ما نبدا البنات الفيديو، انا اليوم يعني تشوفوني في الفيديوهات ملصقه الشعر، جاتني القناه على الشعر صراحه. المهم ولكن الشعر ديالي كما كتسولوني ديما بلاتي نجبدو ليكم نجبد ليكم شعري. الشعر ديالي اللي ديما كتسولوني ليه اللي هو هذا الحقيقي، دابا راه مسرحش وصل لي تبارك الله حد هنا. وديما كتسولوني كتقول لي رجاء شنو درتي الشعر طوال، لانني قطعت واحد هنايا عند خالد وطوال لي تبارك الله بالوصفات اللي كندير وكنتهلا فيه وداكشي. ولكن هذا غنلصقها حيت عارفه شي وحدين غادي يقول لك انت ملصق الشعر وجيتي تكذبي علينا وداكشي. انا كنسبقها لكم البنات. ولكن علاش انا درت هاد الفيديوهات؟ لانه تطلب مني انا شعري تندير الوصفات دا غيتي طوال، ولكن تنقطعو حتى تكون يدي. اول حاجه غادي نهضر عليها هي يا البنات، راه باش تهلاي في شعرك اولا باش تهلاي في راسك، ديما كنقولها لكم ماشي بالضروره تكون عندكم واحد البيجي اللي كبير، ماشي بالضروره نكونو خدامين، نقدر نجمع غير شويه بشويه ونشري شامبوان زوين، نقدر غير كادوم ديال الغسول راه زوين، نشري غير كادوم رخيص ونجمع ونشري ماسك بخمسين درهم، ما عنديش ندير غير وصفات طبيعيه في الدار. راه اللي كتبغي تهلا في راسها بلا ما تبقى تقول داك الاعذار لا ما عندناش وانتم عندكم كتضحكوا علينا، انا في حالي في حالكم حتى انا كثر منكم والحمد لله. ولكن ما كنفكرش في هذاك سميتو لا ما عنديش فلوس، انا شديت ثاني دوزت البلدي والقهوه كاينه في الدار، غندير كوماج وجهي غندير مكياج انا خرجت زوينه. يعني ما عندكش اللي بغات تهلا في راسها، راهي اعذار كتبقاو تقولوا لا ما عنديش، لا ما عنديش الامكانيات، لا ما عنديش هادي. شكون اللي قال لك شري داكشي غالي؟ راه تقدري تشري عندكم زيت البلدي في الدار، تغسلي وجهك بغسول يومي اولا بالصابون ديال الحجره، ودهني وجهك بالليل بالزيت والصباح تفكريني تهلاي في راسك باشياء بسيطه من الدار. من علاش كتقولوا تعقدوا الامور؟ كمثال ملي كتلقاي شي وحدين ما لاباش عليهم تقول علاش ما تخرجيش وليداتك، ولا خرجتي وليداتك خصك الفلوس، راه ندير لهم الدكرميله في الدار ونخرجهم للجرده، درهم ديال الدكرميله ونخرجهم للجرده ونخرج لهم كره ويضحكوا يلعبوا وحنا بخير. السعاده تقدر تخلق بصفر درهم. اهل البنات تقدر تخلق بصفر درهم. سمحوا لي عجبني لا العاطي. المهم البنات غنبدا لكم اول حاجه، ملي كنبغي انا ندوش ضروري ومؤكد كد خاصني ندير شي وصفه للشعر ديالي. من بين الوصفات اللي كندير ولا اللي المهم اي وصفه كنديرها، كندير يا اما الوصفه ديال التحميره، كندير يا اما الوصفه ديال اللي حصلت لكم. المهم ضروري شي وصفه من هاد الوصفات. اول حاجه هو هاد الزيت
اللي كنت حطيت لكم الوصفه ديالو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم جميع الوصفات اللي درت ديال الشهر في صندوق الوصف ان شاء الله. كليكيو على صندوق الوصف ان شاء الله غادي تشوفوا. اول حاجه كنديرها ملي كنبغي ندير نمشي للدوش، ندوش قبل بجوج سوايع او ثلاثه، كنشد شعري كنشقو بهاد الزيت. ضروري يا البنات ضروري ضروري ديروا شي حاجه شعركم، ماشي تمشي دوشي وانت ما دايره شي حاجه، ما كيخرجش شعرك زوين، واخا تهلاي فيه بلي ماسك ولكن ما كيتغداش طبيعيا. كتشدي هاد الزيت، وصفه اللي حطيت لكم قلت لكم في القناه اللي زوينه بزاف بزاف، كنشق بها شعرك نرققو مزيان، كندير ماساج واحد 5 دقائق، وتندير شعري كامل جاني ماساج صراحه. سمحوا لي نحيد الفيبرو باش ما يبرزطكمش، هنحيد كلشي. قلت لكم البنات كنديروا هاد الوصفه للشعر ديالنا او لا اي وصفه كترتاحوا ليها، المهم شي حاجه طبيعيه للشعر ديالنا. واو كتنهرقوا. المهم البنات كنشقوا بها الشعر ديالنا، كنديروا سلوفان ولا ميكا ولا داك البوني ديال الشعر، كنخليوه جوج سوايع عاد كندوشو ولا عاد كنمشيو للحمام. هذا غتلاحظوا فرق كبير. هاد الوصفه البنات اللي حطيت لكم انا كطول الشعر، كتقويه، كتنور الخلفه، اي حاجه كيحتاجها الشعر ديالكم مع هاد الوصفه راه غزاله. راه قلت لكم ما عندكش الامكانيات سيري عند العطار خويا درهم ديال الزنجلان غادي يعطيها لك، ودرهم ديال زر الكتان والزيت البلديه من الدار، طحنيهم ديرهم زيت البلدي خليهم في الظلام وديرهم. هاي جوج مكونات هادو راه خطير، واحد لابريونس زوينه الشعر. وحاولوا البنات ما امكن تبعدوا على داك لي سيروم وداكشي، انا كنت كنديرهم دابا كاين لا حمايه لا والو، داك السيروم هذا تيخرجوا على الشعر. كيفاش قال لهم سعد مجرد هذاك جمال الثقل اللي قال لهم مشي ديروا الزيت الروميه ديال البطاطا وداك اللي كنطيبوا بها، وما ديروش داك لي سيروم لانهم كيكونوا فيهم ليمون بزاف ديال الهضر. كندير وصفه للشعر ديالي كيما كانت متوفره عندكم في الدار، كنشدوها كنديروها للشعر ديالنا نخليوها جوج سوايع ونمشي للحمام. هذه شي حاجه ما كيحيدهاش ليا الطبيب الا كنت مريضه ولا كنت شدني الانكزه في بعض الحالات، اما اكثريه كنتهلا في شعري. باش كنغسل الشعر ديالي نورمالمون انا كنغسل الشعر ديالي ديما ديما ديما، واخا كيدير ليا الحكه ولكن تيعجبني هو الكرادو صفر من كاع القرائي، الكرادو صفر ديال لافوكا هذاك اللي داير ليه ماشي شعره ناشف خطير بزاف قسما بالله. كنت كنغسل بها شعري كنخرج به كيبوكليه ليا كيخلي فيه واحد لابريونس. دابا كنشقرات ليا واحد المتتبعه هاد الشامبوان ديال الكرادو ديال شامبو لاشراق الشعر بالبابونج وعسل الزهور، هو هذا يا البنات اللي كنغسل بيه انا حاليا. انا من النوع اللي خصني واخا الشامبو ما يجيش معايا خسرت فيه فلوسي تنكملو. هذه البنات شطابه الشعر تيرجعو شطابه، ما كنصحكمش بيه. انا شعري فيه لماش وناشف ما جانيش مع شعري، ولكن الحاجه اللي مصبراني عليه هي انه كيعطي لابريونس للشعر. هذاك الشيء علاش يعني حاجه الشامبو صراحه واخا كنكون خاسره فيه فلوسي الى الا هكذا كان كينشف ليا شعري وداك الشيء ما كنكملوش، كنعطي الغسيل على واسه يجي معاها الا كان حيت شخصي شعري شويه دهني. هذه هي البنات كيعطي لها بريونس وكيفتح لاماش وكيفتح اللون ديال الشعر، الا كان شعرك ماغو ولا ديال لاماش كيفتح لاماش زوين بزاف التفتيح والريحه ديالو واعره، ولكن تيرجع الشعر شطاب. انا من الغسيل ديال هذا غنرجع ديال لافوكا اولا ديال زيت الزيتون، هذا اللي كنغسل به شعري حاليا ولكن ما ننصحكمش به. كنغسل نورمالمون لي شعر بحال شعري تغسل بديال زيت الزيتون اولا ديال لافوكا زوين. غادي ندوز من موراها كنستعمل هذه البنات التخادو ديال زيت الزيتون دي مالور اللي ديجا كنت شريت الريحه ديالو ما يمكنش يا سلام. هذا يا البنات كيصلح للشعر الجاف بالعمق المتضرر زوين، كديري شعرك كتخليه واحد 10 دقائق ومن موراها كتغسليه، بامكانك تستغني عليه وديري غير الماسك، لكن انا هذا كيعجبني ندير لاغام كامله. هذا زوين كيدير 25 ولا 400 المهم فد القبيل. شامبو انا ما فايتنيش 25 درهم، هادشي اللي غنوريكم. هذه البنات غزال والريحه ديالو كتحمق كتبقاي ديريها ها ما نقولكش الشعر الريحه واعره. كما قلت لكم كانت صاحبتي ديما كتقول لي باش غسل شعرك زوين. هذا من موراه البنات كندير الماسك ديالي. انا عندي روتين بسيط ما غاديش نقوي ليكم، عرفتي هذاك الزيت عمر لي الدنيا. شي نمسح اختي من موراها البنات المحبوب ديالي والغزال ديالي اللي هو الماسك ديال الكرادو. الا كانوا كتبان لكم الكتابه مقلوبه غادي تجيو الانستغرام ديالي اللي هو رجوى شانيل، غادي نخليه لكم في اول تعليق اولا في صندوق الوصف، وغادي تجيو وغادي تلقاو تصاور حاطاهم بصوره ما مقلوباش كما كنقول لكم ديما غير قبلوا عليا. هو هذا يا البنات محبوب ديالي، هذا ما فيهش 50 درهم 45 40 50 كل واحد شحال كيبيعو. هذا ديال الكرادو ديال زيت الزيتون
هو البنات راه هو دري سكريني، واللي ما عندهاش انستغرام سكريني راه دير مول الماكياج. هذا البنات كيصلح للشعر الجاف كذلك، الشعر الناشف، الشعر المكردد، والريحه ديال راسي البنات من امتى وانا شاريه؟ شوفوا باقي عامر، ها واعر واعر، داير بحال الزبده. هذا البنات نصيحه، انا ملي كنديروا شعري كامل يومين 3 ايام لا طول كيتزيد ليا شعري. ملي كنكون غنصايب شعري بروشينغ ومحتاجه يبقى ليا واحد 3 جوغ هكاك ما مزيت لا والو، شنو كندير؟ كنديرو غير لتحت، لانه الفوق كيزيد الشعر ديال بصح. اما الا كان ما عندكش غرض وكنت يعني تبقي في الدار ماشي مشكل ديري الفوق لتحت، ولكن من الاحسن ديري غير لتحت. هذا كنديرو كنخليه 20 دقيقه زوين، شحال ما خليتيها البنات شحال ما زوين. هذا ما فايتش 50 درهم زوين، كيدير لك حتى 3 شهور واعر بزاف، سورتو اللي كان شعرك قصير غادير لك بزاف بزاف بزاف. هذا الزوين البنات كننصحكم به، اللي شعرها جاف، اللي شعرها دايره ليه ديكاباج، اللي دايره ليه ماشي كيهبط الزغبه، كيرجعها رطبه 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 بزاف، كتحسي باللمعان والريحه. يا البنات غزاله، كننصحكم بهذا الماسك اللي خطير من اولتخادو اللي زيت زيتون. من موراها يا البنات، لا لا بعدا قبل ما كندير هذا الماسك نسيت، كندير البنات هذا الشامبوان هذا اللي ويلي بلاتي كل ولا زيتي اختي. كندير البنات هاد الشامبوان هذا اللي هضرت عليه في قناتي من يلاه بديت، نو يلو ديال فونولا ديال ايطاليا، غتلقاوه البنات عند مالي الماكياج اللي كيبيعو داكشي واعر، ماشي اي مالي الماكياج اللي كيبيعو لي مارك. انا كناخدو من لافيلوت، فيما مشيتو غادي تلقاوه، تجيو الانستغرام غتلقاوني مصوره. لا ما عندكش انستغرام، انستغرام كيف قلت لكم يمكنك تسكريني وغديري، راه معروف كيدير ب 70 درهم، كان كيدير غير ب 1100 وبقاو كيزيدوا فيه ب 70 درهم واعر البنات بزاف. هذا شنو كيدير الدور ديالو؟ انه كيرجع لاميش واخا يكونوا صفرين ليمونيين، كتخليه واحد 10 دقائق 15 دقيقه كاع، وكتخليه وكيعطيك اللون الكري. الا خليتيه بزاف كيعطيك واحد اللون موف بالحق، من بعد كيحيد. الا بغيتي الموف تخليه في شعرك كيجي واعر في لاميش، كيعطي اللون ابيض اولا كري واعر البنات. هاد الشامبوان كانت نصحتني به صاحبتي شحال هادي، وليت ما كنستغناش عليه، وكيدي بزاف 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 بزاف. كديري غير شويه لشعرك، تخلي 15 دقيقه شحال ما بغيتي ديال الوقت، المهم اللون اللي يعجبك تبقى تطلي تحيدي عليه. واعر البنات كيدير ب 70 درهم. الديفو اللي فيه انه كيحرش الشعر، ولكن كيحرشو بحال شي شامبوان ما كيجيش معاك. من بعد كديري الماسك، ضروري من موراه الماسك هذا يا البنات كنغسل به، كنخليه 15 دقيقه، ما كنديروش ديما ديما حيت كيحرش الشعر، واصلا كتبقى شاده ليا داك الغسله اللي كنغسل به، كتبقى شاده ليا، كيبقى شاد ليا الكري واحد شهرين هكاك. من موراها كندير الماسك هذا البنات زوين، كنصحكم به. شتي كوافير مع مرأة قليله غادي يخرج لك اللون الكري الا اللي عندهم هاد الشامبوان، الا ما كانش عندها شريه وديه معاك. ملي دير لك لاماش تقول لها خلي لي دوك الزغيبات، غديري لاماش في، تقول لها ديرهم لي في لاماش، تخليهم 15 دقيقه غادي يخرجوا لك لاماش ديالك فنن كري ولا بيضين كيف ما بغيتي، المهم ما فيهمش صفوريه. هذه البنات ب 70 درهم من عند مالي الماكياج اللي كيبيعوا الماكياج ديال لي مارك. صافي باش كنمشط شعري، انا ما قلت ما نكذبش عليكم البنات، باش كنمشط شعري بالمشيطه ديال درهم، هي باش كبرنا، هي باش مشطوا لينا والدينا، هي هاد المشيطات هادو مهم. ولكن ملي هادي في الدوش كنمشط شعري مره واحده، كندخل به ما مسلكش بحال دابا ما كندير الزيت وداكشي، كندير هكا كندير هكا كندهنو، المهم على حسب. المهم كنمشط شعري مره واحده، ما ننصحكمش الناس مشطوا شعركم في الدوش، واخا حتى انا بعض المرات كنديرها، ولكن من الاحسن تسلكيه على برا، تسلكي شعرك على برا، ديري له الزيت ديالو، دخلي تغسليه وداكشي، وما تغسليش باش يطيح مره واحده، ما يبقاش كل مره يطيح. المشطه ديالي هذه هي اللي كنمشط بها، ولكن ملي كيكون في الايام العاديه ملي كيكون شعري مصايب اولا شعري ناشف كنمشط بها هذه. تبقى لي فيها الزغب ديال اوريفلام، شريتها دابا راه شي 3 سنين، شريتها ب 29 ولا 39 معقلتش، زوينه بزاف كتسرح الشعر، راه تكون باقا في اوريفلام. خديتها شحال هادي كيف قلت لكم ما فايتاش 40 درهم، غزاله بزاف هاد المشيطات، زوينين وما كيطيحوش الشعر بزاف. صافي كان هذا هو الروتين ديالي ديال شعري المتواضع، وكنقول لكم تهلاو فراسكم وبسلامه. كنحمق اختي كما قلت لكم البنات، كنحمق على المينيكال، تيعجبني الفايشوره نشري داك القشيوشات. المهم البنات كان هذا هو الروتين ديالي ديال الشعر ديالي اللي كنديرو، قلت لكم الروتين ديالي طبيعي رخيص بالتفاصيل، يعني ما زدت عليكم حتى شي حاجه، ما قصت عليكم حتى شي حاجه. هذا هو الروتين اللي كنستعمل انا، النوع ديال شعري جاف وفيه لاماش، ماشي جاف، من يد بشويه من الفوق من التحت جاف،
وفيه لاماش ليش اعرف حالي صابغه، فيه لاماش مهلوك. كنصاحب هذا الروتين لانه غزال 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 بزاف. وحاجه اخرى البنات اللي ان شاء الله ديما تنبغي نشريها وتتمشي ليا من بالي، اللي شعرها حرش ناشف في جميع المشاكل غادي تمشيو البنات عند عوازه اللي كيبيعوا لي اكسسوار في الزنقه. عوازه هذوك البنات تمشيو عندهم غادي تقول ليهم عطيوني زبده الكاريتي. زبده الكاريتي من احسن كراتير الشعر، وار الزبده ديال الكاريتي ما كتفوتش 25 درهم، عندهم اصليه راها عاديه ملويه في سلوفان ومكتوبه فيها شي حاجه بالخضر، بلاكه بالخضر. هذيك البنات وصفه واعره، كديريها في حمام مريم، ديري معاها بيضه، ديري معاها بنان ولا لافوكا ولا زيت الكوك، ديرهم في حمام مريم، واعره يا البنات هذه الوصفه بزاف بزاف بزاف. المهم البنات كان هذا هو الروتين ديالي البسيط ديال بنات الشعب، رخيص وكل شيء. كنتمنى يعجبكم، واذا عجبكم ما تنساوش توصلوا هذا الفيديو ل 1000 لايك او 2000 لايك. اللايكات ديالكم كيشجعوني، شكرا لكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وما تنساوش البنات تبركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. يلا محاليكم.